تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا مرة أخرى. كما تعلمون جميعا، فقد تم تأجيل العطلة بمقرر وزاري، وذلك نظرا للظروف التي يعيشها وطننا الحبيب في هذه الآونة الأخيرة. لذلك سنتمم ما بدأناه قبل استئناف العطلة من مراجعة للدروس ودعم وتذكير وتثبيت لمجموعة من المعارف السابقة. لذلك أضع رهن إشارتكم دعما شاملا يضم مكونات اللغة العربية الثلاث، وهي مكون القراءة ومكون الدرس اللغوي ومكون التعبير والإنشاء. لذلك أطلب منكم جميعا أن تجيبوا عن جميع الأسئلة، وللإشارة سأترك لكم هذا الدعم كوثيقة مرفقة بمقطع الفيديو، فمن كانت له إمكانية طبعه فليجب على المطبوع، ومن لم يستطع فليكتفي بالإجابة على ورقة مزدوجة حتى أتمكن من تصحيحه عندما نعود إلى أقسامنا بحول الله. إذن نبدأ على بركة الله بالمكون الأول. إذن ها هو النص بين أيديكم، بعد قراءته قراءة جيدة و متأنية ننتقل إلى المكون الأول. إذن نبدأ على بركة الله. فبعد قراءة النص قراءة جيدة ومتأنية ومتكررة، نبدأ بالإجابة عن المكون الأول كما جرت العادة، وهو مكون القراءة. السؤال الأول: حدد المجال الذي ينتمي إليه النص. حدد المجال الذي ينتمي إليه النص. السؤال الموالي: اشرح بالمرادف متمرس الإفراط. متمرس الإفراط. السؤال الثالث: ما هو الحدث الذي أدى إلى خلق الصراع في النص؟ ما هو الحدث الذي أدى إلى خلق الصراع في النص؟ السؤال الرابع: أجرد شخصيات القصة وحدد صفات كل شخصية من هذه الشخصيات. إذن عليكم جرد الشخصيات الموجودة في القصة أعلاه وتحديد صفات هذه الشخصيات. السؤال الخامس: استخرج من النص لفظتين تدلان على المكان. استخرج من النص لفظتين تدلان على المكان. السؤال الموالي: وظف الكاتب كل من السرد والوصف والحوار. مثل لكل نوع بجملة من النص. أعيد: وظف الكاتب كل من السرد والوصف والحوار. مثل لكل نوع بجملة من النص. إذن الأسلوب الأول السرد، الأسلوب الثاني الوصف، والأسلوب الثالث الحوار. والسؤال الأخير في مكون القراءة: اكتب فقرة تبين فيها الأسباب التي تضطر بعض الأطفال للعمل وترك الدراسة. اكتب فقرة تبين فيها الأسباب التي تضطر بعض الأطفال للعمل وترك الدراسة. المكون الثاني مكون الدرس اللغوي. والسؤال الأول: أشكل الكلمات التي تحتها خط في النص.
اشكل الكلمات التي تحتها خط في النص. السؤال الثاني، استخرج من النص أسلوب تعجب مبينا طريقة صياغته. إذا أسلوب التعجب وطريقة صياغته من النص. السؤال الثالث، ركب جملا مفيدة تشتمل على ممنوع من الصرف في حالة الجر مع الشكل. ركب جملا مفيدة تشتمل على ممنوع من الصرف في حالة الجر مع الشكل. الجملة الأولى يجب أن تشمل اسما ممنوعا من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع. أما الجملة الثانية فبسبب العلمية والتأنيث. أما الجملة الأخيرة لأن الاسم صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا. السؤال الرابع، املأ الجدول الآتي بما يناسب. الجملة، يا أطفال أقبلوا على ممارسة الفنون الجميلة. المضاف، المضاف إليه، نوع الإضافة وفائدتها. السؤال الأخير في مكون الدرس اللغوي، عرب الجملة الآتية، الاعتماد على النفس خير من التواكل. الاعتماد على النفس خير من التواكل. المكون الثالث والأخير، مكون التعبير والإنشاء، التقيت بصديق لك يعيش حالة من الفقر والبؤس فجلس يحدثك عن معاناته والظروف المزرية التي يعيش فيها. سرد ما حكاه لك هذا الصديق موظفا مهارة كتابة سيرة غيرية. أعيد، التقيت بصديق لك يعيش حالة من الفقر والبؤس فجلس يحدثك عن معاناته والظروف المزرية التي يعيش فيها. أسرد ما حكاه لك هذا الصديق موظفا مهارة كتابة سيرة غيرية. أتمنى أن يجيب الجميع عن أسئلة الدعم بدون استثناء، ونلتقي يوم الخميس إن شاء الله لتصحيحه حتى نتمكن من الاستفادة منه. شكرا على حسن إصغائكم.